المقاومة الفلسطينية، طوفان الأقصى، مجزرة المستشفى المعمداني، أسر 240 من مستوطني الكيان لدى المقاومة. عام 2023 الذي كتبت في صفحاته لحظات ملهمة وتحولات مثيرة على الساحة السياسية العالمية، شهد تحديات ملحمية وتغيرات سريعة في جميع أنحاء العالم. من خلال هذه الجولة سنطلع معاً على عالم السياسة والأحداث البارزة التي حملها عام 2023. البداية من الأحداث السياسية العالمية، شهد شهر كانون الثاني اقتحام مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي البرازيلي. شهر شباط رصد فيه توتر بين الصين وأمريكا بسبب دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية. في شهر نيسان وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة. أما في شهر أيار، هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على الكرملين، وروسيا اتهمت أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم. تتويج تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة، وفوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية في تركيا. شهر حزيران، مجموعة فاغنر تعلن تمرداً مسلحاً ضد روسيا، وتحتل مدينة روستوف وتتجه نحو موسكو، لكنها تنهي تمردها في نفس اليوم. رصد في شهر تموز انقلاب عسكري في النيجر يطيح بالرئيس محمد بازوم وسط أزمة عالمية، أزمة دبلوماسية بين السويد والدول الإسلامية بسبب حرق مقيم عراقي في السويد لنسخة من القرآن الكريم. في شهر آب، انقلاب عسكري في دولة الغابون الغنية بالنفط في أفريقيا. وشهد شهر أيلول انتصار أذربيجان في الحرب ضد أرمينيا واستعادتها للسيطرة على مرتفعات ناغورني كاراباخ. في تشرين الأول، بوليفيا تقطع علاقاتها مع الاحتلال. تشيلي والهندوراس وتركيا وكولومبيا وبيليز تسحب سفراءها من تل أبيب. في سابقة تاريخية، مجلس النواب الأمريكي يطيح برئيسه ماكارثي. أما في شهر تشرين الثاني، إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب هجومها على الوقفات التضامنية مع فلسطين. وبالنسبة للساحة العربية فقد كانت مليئة بالأحداث السياسية الساخنة. شهد شهر مارس استئناف السعودية وإيران العلاقات بينهما بعد 8 سنوات من القطيعة. شهر نيسان اندلاع الحرب الأهلية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. في شهر أيار، الدول العربية تقرر عودة سوريا إلى جامعات الدول العربية. ارتقاء الأسير الفلسطيني خضر عدنان في سجون الاحتلال. وحدث في شهر حزيران، المعارضة الكويتية تفوز بالانتخابات البرلمانية. في شهر تموز، استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة 170 آخرين في اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، والمقاومة الفلسطينية ترد بقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين وإعطاب مركبات عسكرية. ورصد في شهر آب، السعودية تعين أول سفير سعودي وقنصل بالقدس. وصولاً إلى شهر تشرين الأول، المقاومة الفلسطينية تشن عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال. أسر 240 من مستوطني الكيان لدى المقاومة. مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتقى على إثرها 500 شهيد بقصف لجيش الاحتلال لساحة المستشفى. عقد القمة العربية الإسلامية المشتركة لبحث العدوان على غزة بالرياض. الدول العربية والإسلامية تقرر كسر الحصار على غزة. ومن العالم العربي إلى الشأن المحلي الأردني الذي حمل العديد من الأحداث السياسية. والبداية من شهر كانون الثاني، حملة أمنية ضد المخدرات في الأردن. أما في شهر شباط، وزير الخارجية أيمن الصفدي يزور دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ الحرب الأهلية. مجلس النواب يصوت على طرد سفير الاحتلال من عمان.
شهر أيار، الحكومة تبدأ إجلاء المواطنين الأردنيين من السودان. في شهر حزيران، كان زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني رئيس الوزراء بشر الخصاونة يعلن إجراء الانتخابات النيابية في صيف 2024. شهد شهر أيلول، بدء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد. في شهر تشرين الأول، الأردن يسحب سفيره من تل أبيب ويطرد سفير الاحتلال من عمان. الأردن يكسر الحصار على غزة وينفذ إنزالاً جوياً لمساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني. الأردن يعلن أنه لن يوقع على اتفاق الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال. الأردن يعلن بناء مستشفى ميداني في نابلس. الأردن يعلن بناء مستشفى ميداني ثاني في غزة. بختام هذه الجولة، نجد أن عام 2023 كان فصلاً حيوياً في سجل الأحداث السياسية العالمية. شهدنا فيه محطات مثيرة وتحولات جذرية، حيث تصاعدت التحديات وازدادت المواقف التي ألهمت التفكير والعمل المستقبلي.